اهلا بيكم معانا في امل جديد ونص مليان وتفاؤل بنحس بيه كل ما بنشوف حاجه جديده، حاجه حلوه بتحصل في بلدنا. محافظه اسكندريه، منطقه غيط العنب وبشاير الخير. بشاير الخير اللي بالفعل كانت امل جديد في حياه اتقدم لناس كتير، ناس كانوا عايشين في عشوائيه، في فوضى، ناس كانوا عايشين في بيوت مهدده انها تقع عليهم، تقع على دماغهم، حياتهم وحياه اولادهم كانت مهدده، مفيش خدمات، مفيش احساس بالامان، مفيش حياه. لكن ومع توجه الدوله للقضاء على العشوائيات ايا كان تصنيف العشوائيات هي ايه، كانت البدايه في مشروع بشاير الخير واحد. معاكم النهارده ومن خلال برنامج النص المليان ومن منطقه غيط العنب وبشاير الخير، وهنشوف مراحل المشروع هي ايه، الخدمات اللي بتتقدم لكل المواطنين والسكان المنطقه، وازاي مش هيكون مجرد مجموعه عمارات ولا فكره صغيره بدات، لكن هتكون امتداد تفرح ناس كتير. خليكم معانا وتابعوا حلقتنا النهارده من نص المليان. من داخل مشروع بشاير الخير وكتير من الأمل وكتير من البهجة والفرحة وكتير من الخدمات اللي بتتقدم للناس اللي يمكن كان في وقت من الأوقات بيحلموا بيها، لكن كانوا شايفينه إن حلم مستحيل يتحقق. العقيد أحمد عبد العزيز، برحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا فندم. أولا سعداء وبنشكر حضرتك جدا على استضافتكم لينا النهارده في بشاير الخير، ولانه امل واحنا نفسنا ان جوه كل انسان كان فقد الامل يحس بيه. خلينا نبتدي بفكره بشاير الخير في اسكندريه. اولا السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين، شرفتونا. احنا هنا كاداره معينه من قبل المنطقه الشماليه العسكريه موجودين في مشروع بشاير الخير. بشاير الخير هنا كانت حلم، وكان يعني دي كانت فكره سياده الرئيس فاولا، والحمد لله اتنفذت على ارض الواقع. احنا الارض دي كانت عبارة عن مقلب زبالة على 12 ونص فدان، وزي ما حضرتك شايفة يعني حلم اتحقق على ارض الواقع. عندنا هنا 34 عمارة، كل عمارة ارضي 11 دور، كل دور 4 شقق، الشقة 92 متر مجهزة بالكامل. العمارة فيها دش مركزي، اسانسير لاخر دور، سلم طوارئ على الطراز الانجليزي. الشقة زي ما قلنا 3 اوض وصالة مفروشة بالكامل، أوضة نوم للولاد وأوضة نوم للبنات وأوضة نوم للأب والأم، المكوى، ترابيزة المكوى، التلات عدادات راكبين، حتى فرش الأرض. كل شقة هنا مستلمة جميع الأدوات الكهربائية اللي حضرتك ممكن يعيش بيها أي أسرة. شاشة LED 32 بوصة بالحامل، تلاجة توشيبا 14 قدم، الغسالة، حتى التليفون، كماليات كمان، كل حاجة، حتى الملايات وفرش الأرض بالكامل، أنطريه، صفرة، كل ده موجود داخل الشقة اللي موجودة في مدينة البشاير. وزي ما حضرتك شايفة طبعا ما ينفعش نبني مدينة من غير الخدمات اللي ممكن تقدم علشان نعمل مجتمع كامل متكامل نخدم بيه أهلنا هنا. طبعا عندنا زي ما حضرتك وانت داخلة من المدينة، عندنا مسجد 1000 مصلي و200 للسيدات، عندنا مستشفى جمال حمادة الخيري المركزي 175 سرير، عندنا مول تجاري، عندنا مركز للتدريب المهني، عندنا حديقة تعليمية، ودي فكرة رائدة القوات المسلحة تبنتها وعملتها على أرض الواقع. عندنا مركز لعلاج التوحد، عندنا حضانتين نورمال وأب نورمال، عندنا ودي كان آخر حاجة اتعملت بعد طلب الأهالي من السيد قائد المنطقة الشمالية، عملنا فرن عشان يخدم أهالي المنطقة سواء بشاير واحد أو اتنين أو المنطقة المحيطة بيها. وطبعا هنا يعني في حاجات تانية كتيرة جدا. يعني احنا دايما بنحب نشوف الحلم لما تحقق على أرض الواقع. خلينا نبدأ مع حضرتك بالخدمات وناخد الناس معنا في الجولة، وقولنا حاجة نبتدي من فين. تمام يا فندم، تفضل. نبتدي من السوق التجاري وخليكم معنا.
دخلنا السوق التجاري واللي بيوفر هنا للسكان والأهالي بشائر الخير كل حاجة ممكن يحتاجوها. سيادة العقيد يعني الأسعار، الإقبال، حلم برضو الناس أكيد، يعني في مشروعات كتير كان ممكن متوفرش فيها الخدمات وبالتالي ما بيكونش في إقبال الناس تسكن فيها. طبعا حضرتك زي ما انت شايفة انتوا جايين النهاردة يعني على سوا يعني مفاجأة، ده الأرض الواقع. يعني احنا حضرتك بتصوري على ارض الواقع دلوقتي، اي سعر هنا بيقل عن بره 30%. احنا هنا في أليكس ماركت في كل حاجه عندنا، حتى اللحمه الطازه موجوده، العربيه بتيجي ارخص من بره ب 50 60 70 جنيه. تبع وزارة التموين، القوات المسلحه هي اللي بتاخد وزارة التموين. وزارة التموين هنا في كل حاجه، حتى يعني من الابره للصاروخ زي ما بيقولوا، فما فيش حاجة هنا. ليه؟ لأن إحنا مجتمع كامل متكامل، يعني الراجل أو الست أو البنت أو الولد مش محتاج إنه يطلع بره المدينة إلا لو رايح المدرسة أو الشغل، غير كده كل احتياجاتهم موجودة، كل حاجة، حتى الحضانات موجودة ومجمع كامل مدارس أوريدي كان موجود هنا في المنطقة. إحنا كمان قربنا الناس لما سكناهم. هو سيادة العقيد كمان قال لنا على حاجة الحقيقة هي أكتر من رائعة، إن اللي بيشتغل في الخدمات هم أهالي بشائر الخير نفسهم، مش هيطلع يدور على شغل برة، وخصوصا أعتقد السيدات والفتيات اللي ممكن هنا تخدمهم الخدمات. إحنا هنا بنشتغل على يعني التكامل في كل حاجة، يعني كتنمية مستدامة، بمعنى إن إحنا هنا موجودين في المدينة شغلنا الناس بتاعت المدينة واللي حوالين المدينة كمان. إلى الآن شغالين أكتر من 948 ولد وبنت وشاب وفتاة في سن الشغل، وشغلنا كمان الناس، يعني قضينا بنسبة كبيرة جدا 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 على البطالة اللي موجودة، قضينا على محو، قضينا على الأمية، قضينا على الأمراض المتوطنة، لأن زي ما قال سيادة الرئيس إن ده أمن قومي. اللي إحنا قضينا هنا على فيروس سي، وعندنا عربية للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي موجودة، كشفين على أكتر من 4400 سيدة. يعني في خدمات كتيرة جدا جدا جدا، فكان لازم، وده كان أهم حاجة اللي احنا نقضي عليها، ودي كانت تعليمات القيادة السياسية وتعليمات السيد قاضي المنطقة الشمالية، إن احنا لازم نقضي على البطالة. خلينا كمان ناخد جولة كده ونشوف ال... صباح الخير يا حاج. أنا سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة حبيبتي. من سكان بشائر. أيوة إن شاء الله. بتلاقي كل اللي انتي عاوزاه هنا في المنطقة. تمام، مية مية. بصراحة المعاملة كويسة جدا، البنات آخر احترام، الشباب بيعاملونا ازيك يا حاجة، عاملة ايه اتفضلي، لو مش عارفة طريق حاجة هم بيعرفوني مكانها. يعني لا مستريحين هنا، رخرة مش بنطلع برا، احنا بنيجي هنا. ما بتحتاجيش ان انتي تطلعي برا لأي ساعة. لا 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 ما بطلعش برا، انا كل متطلباتي باجي هنا وبجيبها من هنا، سواء الاسعار بتناسبك وكل، لا لا لا، سواء تموين سواء غير تموين الاسعار مناسبه جدا معايا هنا، مستريحه هنا. العماره اللي حضرتك فيها قريبه للمكان؟ انا ساكنه هنا، هو 16. وانت شايفه الناس اللي بتشتغل هم من سكان المكان والمدينه؟ لا متهيالي في منهم وفي مش موجودين. من الاداره؟ ايوه. لا كلهم محترمين، الشباب محترمه والبنات بسم الله ما شاء الله محترمه، لا وادب واخلاق معانا. لا ازيك يا حاجه، طب تفضلي، طب مش عارفه حاجه بيجيبوها لي، هم بيساعدوني. اديكي الصحه وكل سنه وانت طيبه يا حاجه. كل سنه وانت طيبه، متشكره. طيب احنا هنكمل معاكوا والخدمات اللي بتتقدم هنا لاهالي بشائر الخير مع سيادة العقيد، اسمح لنا ان احنا نكمل مع حضرتك. مركز التدريب المهني، الحقيقة أن العنوان يشد جدا وانت ماشي في شوارع بشائر الخير. فكرة أن انت تدرب حد على مهنة أو على وظيفة وهو ما يمتلكش كان القدرة دي أو في حاجة ما يعرفهاش، وتحله فرصة عمل زي ما سيادة العقيد كان بيقول، القضاء على البطالة والقضاء على الأمية كانت يعني من أهم التحديات اللي بتواجهكم. بس هو ده غير مركز التدريب. مركز التدريب هنا بيختص بحاجة تانية غير اللي أنا قلته. اللي أنا قلته ده كان تابع للإدارة، أما مركز التدريب المهني فهو بيعلم بيطلع الصانع الماهر في كذا مجال، وده اللي احنا هنشوفه جوه بإذن الله. خليكم معانا وندخل مع بعض.
شايفين أكتر من ورشة وكل واحدة عليها اسم صنعة وحرفة ومهنة، يعني هتكون فخر لصاحبها لما يكون صانع معها. لو حضرتك تدينا فكرة سريعا عن المهن اللي بيتم التدريب عليها. هنا عندنا كذا ورشة. طبعا هو في الأول بنقول إن اللي بيتدرب هنا بياخد شهادة معتمدة عشان يطلع يشتغل بيها، بمعنى إن زمان كان بيروح أنا عايز أشتغل بيدربوه، مفيش وقت للكلام ده. الناس هنا بتتدرب بيطلع صانع ماهر على المكنة اللي هو يشتغل عليها بره، وبياخد كمان شهادة ان هو اتدرب. ده بيزود مرتبه، بيزود دخله، بيزود يعني من دخل اسرته. احنا عندنا هنا ورشة ملابس جاهزة، ورشة لحام، عندنا ورشة تكييف وتبريد، عندنا ورشة نجارة، عندنا ورشة ميكانيكا سيارات، عندنا كهرباء سيارات. الدور اللي فوق عندنا الورشة بتاعة الفندقة، تدريب على الفندقة، التدريب على الطهي، عندنا التدريب على الأعمال اليدوية، عندنا تدريب على السجادة اليدوية. ودلوقتي هستأذنك يعني ندخل الورش عشان نتفرج عليها، والكاميرا هتبقى معانا ونشوف الورش من جوه بتعلم الناس ازاي. اتفضل اتفضل. الحديقة التعليمية، الحديقة مش للعب بس، لكن الأطفال الأمل في بكرة والجيل الجديد لازم سلوكياته تكون مظبوطة. احنا مش بننقل الناس لمجرد بس شقق جديدة. أعتقد أن دي كانت مشكلة كبيرة، أن الناس تيجي بنفس السلوكيات القديمة بتاعتها. الحديقة التعليمية هنا افتتاحها سيادة الرئيس أثناء افتتاح بشائر الخير واحد. هنا تعديل سلوك شامل للأطفال من سن 3 لـ6 سنوات. تعديل سلوك الأطفال دي جت لحضراتكم منين؟ يعني كان في معاناة في بداية سكنهم من السلوكيات القديمة، ولا الموضوع ده كان مخطط ليه من بداية المشروع؟ احنا مش بنستنى ان يبقى فيه مشكلة، احنا يعني عارفين ان فيه مشكلة وسعينا للحل بتاعها، وجت فكرة الحديقة التعليمية. والحمد لله المنطقة الشمالية تبنت الفكرة من الدكتورة إيمان الشرقاوي اللي هي مسؤولة الحديقة التعليمية، ونفذناها على أرض الواقع، والحمد لله حضرتك هتشوفي جوه المنظر عامل ازاي. خليكم معانا وندخل جوه الحديقة التعليمية. ناس كتير كانت مستنية وبتتمنى فرصة بس للحياة، وليه أنا ما أقدرش أعيش زي باقي الناس؟ لكن النهاردة الفرصة اتوجدت، حياة أدمية لكتير من الناس كانت محرومين منها. اللي كان بيحلم بمستشفى يتعالج بيها، بمدرسة يدخل فيها ابنه، سلوكيات لولاده زي ما بيتفرج ويشوف أولاد ناس كتير تانيين. النهاردة وفي مشروع بشاير الخير، واللي مش هو مجرد بس مشروع ولا مجرد فكرة ولا مجموعة عمارات، لكن حياة حقيقية متكاملة بتقول للناس ليكوا الحق في الحياة. بكرة بشاير الخير هيكبر أكتر وأكتر لأنه فكرة ممتدة، وإحنا معاهم ومع فرحتهم ومع الخير اللي جاي بكرة إن شاء الله من خلال حلقات تانية في النص المليان. نشوفكم فيها على خير وسلام.